السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة كيكة لطيفة جدا، كيكة الميرندا. يمكن اول مرة تسمعوا عنها ان حد بيعمل الكيكة بالميرندا. هي طعمها ولونها كمان بيكونوا حلو جدا، طعمها بيبقى طعم كيكة البرتقال. احنا بقى هندعم الموضوع ده بالميرندا، بتبقى طعمها خطير جدا، وهي يعتبر روتين يومي. كل يوم احنا دايما بنحتاج الكيك في الفطار، في العشاء. حلوة جدا، حاجة حلوة بناكلها، تبقى لطيفة جدا. لو كمان في ولاد تبقى حلوة قوي معاهم، ومسهلة كمان على الأم في إن هي تعمل لهم حاجة حلوة كده. طعمها إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا بقى نقول مقاديرنا مع بعض. أنا عندي هنا 4 بيضات، وعندي 2 معلقة كبار من التنج، تنج البرتقال، وعندي 2.5 كوباية من الدقيق، 0.5 كوباية زيت، 1 كوباية من الميرندا، 1 كوباية من السكر، ذرة الملح، 4 أكياس من الفانيليا، وكيس بيكنج باودر، وهناخد 2 كبيرة من الخل. طبعا الروتين بتاعنا بتاع الكيكة، أنا بحاول بقدر الإمكان أنوع لكم في الكيكات، لأن طبعا الكيكات إحنا مبنستغناش عنها في البيت خالص، بتبقى حلوة جدا لو جالنا ضيوف، لو جالنا حاجة بتبقى سهلة علينا إن إحنا نقوم نعمل كيكة على طول، أحسن حاجة نقدمها للضيوف وأسرع حاجة. نقول بسم الله. هنزل بالبيض، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقى عليه بذرة الملح، وانزل ب4 أكياس من الفانيليا. شايفين؟ هدي بس ضربة للبيض الأول قبل ما أحط عليه السكر. انزل بقى بالسكر واضربه كويس جدا. ضربتها كويس جدا جدا لحد ما الخليط يكون مبيض كده معايا والسكر يكون دايب. انزل بقى بمعلقتين التانج، تانج البرتقال هيفرق جدا في الطعم، وهيديله طعم، هيخلي الطعم واللون حلو جدا. والمريندا طبعا دي حاجة برضو خاصة بمطبخ الهند، انا بحاول ان انا انوع لكم واعمل لكم حاجات مختلفة. بص اللون، دي تدريجية، شايفين لون الخليط يا جماعة؟ شكل لونه عامل ازاي؟ حلو جدا اهو، يمكن الكاميرا مش مبينه قوي، بس هو بجد لونه جاي على الاورانج شويه، يخلي الكيكه لونها تحفه. بسم الله. انزل بقى باول كوبايه من الدقيق، ازيد كده مش هيجرى حاجه عشان اعرف انخل، لازم الدقيق يتنخل عشان يبقى فيه هواء كده اهو. 2.5 كوباية، كوبايات الشاي العادية اللي بتبقى في أي بيت. أنا عاوزاكم تجربوها بجد، هتدعولي. أنزل بقى بكيس من البيكنج باودر كامل، أي بقى نوع أنت تحبيه، وأنخل كويس جدا. شايفين؟ ومعلقة الخل الكبيرة اللي احنا متعودين عليها كمحسن كيك، تخلي الكيكة هشة وجميلة جدا. يلا بسم الله. بس نبدأ الأول على الهادي، شايفين لون الخليط حلو ازاي؟ يلا بقى كويس جدا، شايفين لون الخليط حلو ازاي؟ على فكره الكيكه دي وهميه تحفه، يعني انا صراحه كان نفسي اكل حاجه حلوه، قلت اقوم اعملها على طول، اعملها معاكم، لان انا ايه حاول زي ما قلت لكم انوع في الكيكات معاكم. هجهز بقى الصينيه وارجع نشوف باقي خطواتنا. خلاص انا جبت الصينيه، دهنتها بالسمنه او زيت كويس جدا. انزل بقى بالخليط التحفه بتاعنا، شايفين لونه؟ انا بس عاوزه اوريكم اللون بتاعه. شايفين الخليط عامل ازاي؟
يلا قومي اعمليها على طول وادعيلي. كيكة من احلى الكيكات اللي ممكن تاكليها. طبعا الكيكات طبعا زي ما احنا عارفين الفرن درجة حرارة 180، كوني مسخناه عشان تدخليها على طول على الفرن كده. تمام، شايفين اللون؟ اظن تحفة. ندخلها بقى الفرن واوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. الكيكة الخطيرة بتاعتنا قعدت حوالي ساعة الا ربع، لسه خارجة من الفرن حالا. تحفة، بصوا طرية ازاي، مش متحملة خالص ايدي، طرية جدا. هستنى بس تهدى شوية واقلبها لكم على طبق التقديم ونشوف بقى يعني هنعمل ايه في باقي خطواتنا. انا خلاص استنيت تهدى شوية، هنسقي بقى بشوية الشربات اللي احنا متعودين عليه، اللي انا دايما بقول لكم عليه شربات البسبوسة الخفيف، بيدي بقى لمعة حلوة جدا للوش. طبعا احنا متعودين على كده، كل كيكة لو سقيناها بالشربات الخفيف ده جد تاكلوا احلى كيكة. هوريكم بقى فرق لون الوش يكون عامل ازاي. سواء حاول اوزع مش كتير، حوالي نص كوباية من الشربات الخفيف زي ما قلت لكم، تصبوه في باب التلاجة بيقعد معاكم شهر في برطمان. شايفين شايفين الوش بقى عامله ازاي؟ شايفين؟ تعالوا بقى نقطع كده مسطرية ازاي؟ هشة جدا جدا، تحفة. شايفين؟ مش متحملة، أحلى كيكة سريعة جدا ممكن تاكلوها. حاول بس هي سخنة، حاول أنا أطلع لكم قطعة تبقى ماسكة كده. بصوا طرية ازاي، شايفين؟ شايفين؟ سخنة بس هي، هي بس سخنة وهي العظيم كيكة تحفة. هي سخنة بس، هحاول اطلعها لكم. بسم الله، شايفين جمالها بقى؟ شايفين اللون بتاع الكيكة عامل ازاي؟ مسطرية ازاي وسبونش جدا. احلى كيكة ممكن تعمليها سريعة، تحفة. بس هي عشان سخنة انا كنت المفروض استنى عليها. شايفين جمالها؟ شايفين اللون بتاعها؟ احلى كيكة ميريندا ممكن تاكلوها وتدوقوها. انا عاوزاكي بقى تقومي على طول تعمليها للولاد، بجد هتدعيلي وبالف هنا وشفا. متنسونيش في اللايك والشير ودعوة حلوة، ولو عايزين مزيد من وصفاتنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة جديدة.